القرار الذي اعتمده مجلس الأمن بالأمس حول قضية الصحراء المغربية تضمن عناصر جديدة ومهمة تتعلق بمحورين أساسيين. المحور الأول هو المسار السياسي، والمحور الثاني هو ما يتعلق بالاستفزازات وبالأعمال الغير المقبولة التي تقوم بها البوليزاريو في منطقة شرق الجدار الأمني المغربي. إذن هذا هما العنصرين الأساسيين اللي جاء بهم هذا القرار. هذا العنصر الأول فيما يتعلق بالمسار السياسي، تمت إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى القرار تتعلق بتأطير وتنظيم المائدة المستديرة التي ستعقد بجنيف في 5 و6 دجنبر 2018، وتتعلق كذلك بتحديد مسؤوليات كل أطراف هذا النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الإطار يشير قرار مجلس الأمن إلى أن الدعوات التي وجهها المبعوث الشخصي وجهت إلى كل الأطراف بما فيها الجزائر، وذلك قصد المشاركة في هذه المائدة. كما أن القرار يشجع ويحث كل المشاركين بما في ذلك الجزائر على المشاركة بدون شروط وبحسن نية، والعمل بكيفية بناءة مع المبعوث الشخصي في جو من التوافق طيلة هذا المسلسل من أجل التوصل إلى تقدم وإلى نتائج إيجابية. ومن هذا المنطلق فإن مجلس الأمن يكرس بشكل واضح تطور نوعي في المسار بالمقارنة مع ما كانت عليه الأمور من قبل في إطار مسلسل منهاصد. الجزائر من منطلق مسؤولياتها السياسية والتاريخية والقانونية في هذا الخلاف مدعوة إلى الانخراط بجدية خلال جميع مراحل هذا المسلسل السياسي. كما أن المجلس جدد في هذا القرار على أن الهدف من المسلسل السياسي هو الوصول إلى حل واقعي براغماتي ودائم على أساس التوافق، وهي كلها مفاهيم ترتكز عليها المبادرة المغربية للحكم الذاتي. العنصر أو الشق الجديد الآخر في قرار مجلس الأمن يتعلق بالوضع شرق وجنوب منظومة الدفاع المغربية وشروط كيفية ومراقبة وقف إطلاق النار في هذه المنطقة، حيث خصص القرار فقرتين جديدتين لهذا الموضوع في إطار دعوة الأطراف التي تقوم بعمليات استفزازية إلى احترام مسؤوليتها. وهنا يمكن خصنا نرجع شوية إلى الوراء ونذكروا بأن كان هناك واحد الوقت واحد الدعاية واحد الأحلام تتعلق بمنطقة محررة، تتعلق بأراضي يمكن تمارس عليها ما يسمى بسيادة، يتم فيها تشييد مباني، يتم فيها حضور عسكري، ويتم فيها كذلك يعني الوعود بنقل بعض المؤسسات ديال كيان وهمي إلى هذه المناطق. هذا الشيء كان في 2016 2017. التعامل المغربي كان بالحزم وبالوضوح مع هذا الأمر، خاصة انطلاقا من توجيهات ملكية واضحة بتعبئة قامت بها كل القوى الفاعلة في المغرب من برلمان من قوى سياسية للرد على هذه الاستفزازات. وكان هناك رسائل ملكية بحال اللي كتذكروا إلى الأمين العام وإلى القوى الدولية الفاعلة حول هذا الموضوع. انطلاقا من هذا جاء القرار ديال مجلس الأمن ديال أفريل الماضي، واللي دعا البوليزاريو إلى الخروج من منطقة القرقرات وإلى عدم القيام بأي أعمال استفزازية في منطقة بير الحلو. تحت هذا الضغط الدولي البوليزاريو بحال اللي كنقولوا حاول يحني الرأس ويقول بأن لا
حنا نقدموا ضمانات ووعود بان راه حنا خرجنا من الكركارات وما غنرجعوش ليها من ابريل، وراه حنا غادي نتوقفوا على اي اعمال اللي يمكن تكون استفزازيه في منطقه بير الحلو. وكان الرغبه من وراء هاد العمليه هذه باش ان يتخفف الضغط ديال المجتمع الدولي والتعامل ديال المجتمع الدولي مع هاد الاستفزازات. القرار جاء كنظن مخيب للامال بالنسبه للطموحات ديال البوليزاريو والجزائر حول هذا الموضوع هذا، بحيث انه ليس فقط تم التاكيد على هاد ان البوليزاريو يعترف بان لا ان وجوده في القرقارات هو وجود غير شرعي ومخالف لاتفاقيات وقف اطلاق النار والاتفاقيات العسكريه، ولكن كذلك ان الوعود اللي كان والدعايه اللي كان كيدير بها في المخيمات وغيرها بان هناك اراضي محرره تراجع، وكيقول بان هناك ما غي تمش القيام باي اعمال في هذه المنطقه هذه. وكان كيتمنى بان مجلس الامن غيخفف الضغط وبان مجلس الامن ما غاديش غادي يحاول يتوصفها، ولكن مجلس الامن تعامل كذلك بالصرامه اللازمه واكد بانه بقدر ما ياخذ علم بهذه الضمانات فانه يطالب البوليزاريو بان لا يعود الى القرقارات ولا يقوم باي عمل في بئر الحلو. والجديد في هذا القرار هو ان مجلس الامن ضاف كذلك منطقه تفاريتي الى المناطق التي لا يجب القيام فيها باي اعمال استفزازيه او اي اعمال تهدد الاستقرار في المنطقه. وبالتالي فكل هذه المحاولات اللي كانت لتخفيف الخناق او لفك الخناق على البوليزاريو لم تفيد، وان الضغط الدولي ما زال واضح في انسجام مع ما طالب به المغرب منذ مدة، وهي توضيح أن الوضع القانوني لهذه المنطقة أنها منطقة لا يمكن أن تتواجد فيها أي تواجد عسكري أي تواجد مدني أو أي بناءات أو غيرها. بالإضافة لهذه العنصرين المهمين اللي هما جداد في القرار، فإن القرار حافظ على كل المكتسبات اللي كانت عند المغرب في القرارات السابقة، سواء فيما يتعلق بأولوية مبادرة الحكم الذاتي أو فيما يتعلق بالدعوة إلى إحصاء ساكنة تندوف أو إلى الدعوة إلى انخراط الأطراف الحقيقية في هذا النزاع في أي مسار سياسي. من هذا المنطلق فإن المغرب كيجدد انخراطه في الدينامية اللي تلقى مجلس الأمن، انخراطه في تعامل بناء وصريح مع الممثل الشخصي حتى تكون محطة جنيف محطة ناجحة. ومن هذا المنطلق المغرب أكد على أن التهيئ الجيد لهذا الاجتماع ديال جنيف هو عنصر أساسي، لأن كما كيشير إلى ذلك مجلس الأمن المشاورات المسبقة والتحضير الجيد هو الضمان لنجاح هذه المحطة المهمة في المسار السياسي، واللي المغرب غيتعامل معها طبعا انطلاقا من محددات واضحة وضعها الخطاب الملكي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2017، واللي كنعاود نذكر بها هي أولا لا حل خارج السيادة وخارج مبادرة الحكم الذاتي، لا مسار بدون مشاركة الأطراف الحقيقية في النزاع، لا مظلة غير المظلة الأممية، ولا نقاش حول قضايا جانبية مفتعلة مثل قضايا حقوق الإنسان أو قضايا الثروات الطبيعية. شكراً.